بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة أول حلقة معاكم في العام الجديد، يا رب تكون سنة سعيدة عليكم يا رب، وتكون على الأمة العربية كلها، ويكون فيها سعادة وحب وأمل، وكل اللي ما حققش حاجة يا رب يحققها، ويكون كده عام الخير علينا. ومناسبة الخير بقى، وإن احنا بنحب الخير ودايما كده جوانا حتة خير، وإن احنا بنحب نساعد الناس، وإن احنا بنحب نساعد اللي حوالينا، بس بنكون مش عارفين نتجه فين أو نروح لمين، أو يكون مكان عايزين فيه منه مصداقية ويكون بيعمل الحاجة دي بحب، مش متغصب عليها أو واخدها شغلانة أو كده. فاحنا بصراحة ما لقيناش أحسن من جمعية زهور المستقبل للتنمية، هنتكلم فيها النهاردة عن كل الأنشطة بتاعتهم، يعني الفقراء والأيتام والأرامل، وصراحة ليهم يعني أنشطة كتير جدا هنتعرف عليها النهاردة مع أستاذ إبراهيم الكرداني، طبعا الإعلامي الكبير اللي كل جيلنا اتعلم منه حاجات كتير جدا. أنا فخورة إن هو معايا النهاردة. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك يا فندم. دكتور نورتيني والله. كل سنة وأنت طيبة وأحلامك أنت تتحقق كمان يا رب. ربنا يخليك جميعا. كل المشاهدين. ربنا يخليك دكتورة عزة، نورتيني، وأنا مبسوطة جدا إن حضرتك معايا النهاردة. شرف. ربنا يخليكي، ميرسي جدا. واستاذ علاء صديق، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. واستاذ امير فرج، اهلا وسهلا. اهلا بيك. احنا عايزين النهارده كده نتكلم ونتعرف على انشطه بتاعه الجمعيه. طبعا ما شاء الله عليكم، الانشطه كتير جدا ومسمعه وكده، بس عايزين نعرف اكتر ونعرف الساده المشاهدين. عايز اقول حاجه بس، طبعا هي جمعيه انشاتها الدكتوره زهير عابدين. الدكتوره زهير عابدين دي ايقونه في العمل الخيري. طبعا عملت حاجات الحقيقه هنسمعها مع بعض النهارده. معانا الدكتور عزه ابو الفضل، هي هتدخل في التفاصيل في كده، لكن عايز اقول انا وجودي النهارده لاني مؤمن بالاعمال اللي بتعملها بشكل غير طبيعي. يعني مش معقول، فكرت في كل حاجه من روماتيزم القلب، ودخلنا بعد كده للارامل، دخلنا للايتام، دخلنا للاطفال، دخلنا للقرى، دخلنا للنجوع. دكتور عزه اتفضلي قولي. افهمينا كده. دكتور عزه كلمينا بقى عن الانشطه الجميله اللي عندكم. الحقيقه هي البذره ابتدت من مكان كان صغير قوي يحتوي على أطفال من سن 6 سنين لعشر سنين، قاعدين على في سراير جنب بعض. حضرتك تصوري هذا المنظر. وقاعدين بمخدات، 3 أو 4 مخدات، لأنه مش عارفين ياخدوا نفسهم. الأطفال دي كلها كان عندها مرض روماتيزم القلب، وكان منتشر جدا زمان على فكره. كان كنت انا عندي وقتها مثلا 8 او 10 سنين. وكنا بنروح نحكي لهم حكايات. وكانت الدكتوره زهيرة عابدين ومعاها نخبه من سيدات المجتمع كانوا بيحاولوا يشتغلوا مع بعض عشان يقضوا على هذا المرض، يسعدوا الاطفال دي، يضمنوا لهم مستقبل. هو الموضوع مش موضوع علاج بس، ان انا اوفر علاج لمريض القلب او مريض الكلى او مريض الدم، لا، ان انا اجد له حياه سعيده، ان هو يعيش حياه سعيده. ده المبدا اللي كانت الدكتوره زهيره ماشيه عليه، وده المبدا بتاع الجمعيه. فاهم حاجه كانت الاطفال دول، انها هما كانوا بيجوا لها المستشفى، اطفال بتسيب المدرسه لما يكبروا ما بيلاقوش مكان يشتغلوا فيه، مهمشين في المجتمع. فعملت لهم مؤسسة تأهيلية. المكان ده كانوا بيعيشوا فيه، كان جنبهم مدرسة، كان جنبهم مركز تأهيلي، وفرت لهم كل حاجة حواليهم. في مكان صحي، في شمس، في هواء، بعيد عن المدينة والقرى اللي ما كانش فيها لسه مباني وما كانتش اتمدنت. وكانوا بيروحوا لأهليهم في الصيف. فضلت سنين تعمل كده لغاية ما الأعداد اللي كنا بنشوفها الكبيرة دي قلت خالص، لغاية ما انتهت تقريبا. وبقى هذا المرض ما زال موجود، بس على مش بالحدية، مش بالكم الكبير ده، بالحدية. يعني كانوا بيخشوا في هبوط من القلب وهم عندهم 8-9 سنين، هبوط في القلب، مش قادر ينام على ظهره، فمش قادر يعمل مجهود، مش قادر يلعب كورة. دلوقتي بنشوف ما شاء الله أطفال كبار عندهم روماتيزم في القلب، بس بيلعبوا كورة، بيقدر يمارس حياته. طبعا طبعا. من هذا المنطلق ابتدت الجمعية تتوسع عشان تساعد الفئات المهمشة انها
تسعدهم، انها تجد لهم الحياه. الموضوع مش موضوع فلوس بس، لا الموضوع موضوع نوعية جودة الحياة. نوعية زي ما الحياة. أنا قلت بيبقى التعامل بحب، يعني مش الفكرة في الفلوس أو حاجة روتينية بتتعمل، لا هو الحب بيبان في المواقف. بالظبط كده. والحقيقة الدكتور الجزائري اللي كان مدير منظمة الصحة العالمية الإقليمي كان كرم اسم الدكتورة زهير عابدين الحقيقة عشان دورها الفعال الكبير في القضاء على روماتيزم القلب. لكن دكتور عايز أقول لنا بقى كمان إلى جانب روماتيزم القلب من بدأتوا تتوسعوا، يعني ما خلص ده شوية وتحطنا على جنب، دخلتوا على إيه؟ هي الدكتورة زهيرة ابتدت تشوف إيه مشاكل المجتمع، إيه الحاجات اللي ممكن الإصلاح. هي كان دايما تفكر أنا أقدر أصلح إزاي، الإصلاح والتنمية ده كان تفكيرها. فأول حاجة فكرت، لقيت إن في أيتام كتير، لقيت إن في مسنات كتير مالهمش مكان يحتويهم. يعني بيبقوا أنا أحكي لحضرتك قصة بتقطع القلب. إن والدي كان طبيب، كان يعني دكتور معامل تحاليل، كان بيدخل لوحدة عشان ياخد لها تحاليل مسنة، كانت قاعدة في السرير غرقانة في التواليت بتاعها، النملة حواليها، فظيع، منظر. طيب فين اللي بيراعيها؟ ما عندهاش حد يراعيها. فهذا يعني وكتير بقى بنشوف نماذج من هذه. من هنا بقى جت الافكار، جت الفكره ان لا احنا محتاجين الناس دول. أيوة. نحتويهم، نحط له، نجد لهم مكان يعيشوا فيه بسعاده. أيوة. وهناء. أيوة. يعني يبقوا حاسين ان هم لهم دور في المجتمع، يبقوا حاسين ان لهم ناس بتراعيهم. يعني احنا بنعمل لهم احتفالات كتير، اكيد مهتمين. في ناس ممكن تموت من الاهمال ده، بالزبط يعني، او النفسيه التعبانه دي. مجرد ان حد بيهتم بيهم، مجرد ان حد بيطبطب عليهم، مجرد ان حد بيكلمهم. دي لوحدها طبعا. وهنا دور الجمعيات الحقيقه بان مهم جدا للمسنين بالذات او للايتام. الايد الحنونه اللي بتتكلم عنها الدكتور عزة دي مهمه للغايه. ما يكون يتيم فعلا، احنا كنا قاعدين بره بنتكلم كده، الاهتمام بيهم صح بيخليهم فعلا ظهور المستقبل زي ما بيقولوا الجمال اللي قاعدين. ما شاء الله عندنا برضو ما شاء الله، والنماذج كلها عندكم ما شاء الله جميله. طيب كملتوا بقى توسعات بعد كده بقى. كان تاني حاجه بقى عملتها دار الايواء. دار الايواء دي بدات في 6 اكتوبر، كان دار كبيره، وحاولنا ان احنا نجيب عدد، بدانا بعدد. ما كانتش الدكتورة زهيرة بتؤمن بالأعداد الكبيرة، كانت عايزة عدد صغير. يعني بدأنا هو 24 أو 25 طفل، مش قليل. بس كان في أطفال كتير، مئات أطفال أيتام. بس هي حبت تركز على 25 نوعية عشان تدي، لأن أهم حاجة إن احنا ندي. صح. مش إن احنا ناخد لا. الأطفال دول كانوا برضو أنا بدأت معاهم وهم صغيرين، كانوا أطفال في سن مثلا شهور، 9 شهور أو 8 شهور، وكانوا كلهم لابسين بتاع التادي بير ده، اللبس الحلو الجميل، وكانوا كلهم عايزين يتحضنوا. ويعني بص تلاقي لما نروح لهم كلهم يجوا عليك عايزين حب، عايزين حنان، اريد حبا وحنانا. بالظبط كده. فتصوري يعني انك مجرد انك تشوفي الناس دول وتقعدي معاهم. كان دايما بنقول كده. ايوه، نتكلم لما نتكلم على الايتام نعمل كده. لان في حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام ان انا واليتيم كهذا، يعني احنا السبابه والايه والوسطى. ف كده بتحسي، انت ما بتحسيش باليتيم الا لما تحضنيه. لما تحضنيه تحسي بكم التعطش الى الحب اللي هم محتاجينه. ايوه دكتوره، حضرتك بتقولي بدات 24، لكن بعد كده زاد العدد كده. والله زاد من خلال جمعيات اخرى.
كانت الدكتورة زهيرة ما شاء الله عندها جمعيات أخرى مش هنتكلم فيها، بس هم دول اللي كانوا تبعنا جمعية وقتها الـ 24 منهم 12 بنت و 13 بنت و 11 ولد. انت بيظبطها 13 بنت و11 ولد. 13 بنت و11 ولد. وتوسعنا بقى في ايه تاني؟ عملنا بعد كده برضو الدكتوره زهيره اتجهت بقى اتجاه تاني للمدارس. كان وقتها كانت مدارس اللغات في مصر في السبعينات محدوده وكانت بتدار بطريقه يا تبع الفرنسويين او تبع الانجليز. ما كانش في مدرسه لغه مصريه يعني مدرسه مصريه لغات. فهي حربت في هذا وخلت المدرسه دي يجي لها مدرسات اجنبيات ولكن يكونوا ملتزمين بالكالتشر او بالثقافه الايه المصريه الكم الطويل والتحشم يبقوا نماذج للطالبات والطلبة ويتعلموا فيها اللغات ويتعلموا فيها الانتماء والهوية الحب لوطنهم وفي نفس الوقت والانتماء لهويتهم وفي نفس الوقت يعرفوا اللغات التانية يعرفوا الثقافات التانية منهم الحاجة اللي احنا عايزينها بالظبط والاحتفاظ بتراثنا وتقاليدنا بالظبط كده والحقيقة يعني عايز اقول يمكن دكتورة زهيرة الله يرحمها طبعا منور قبرها لكن الروح دي بقى فضلت عندنا علاقة اهو بمجنون انجليزي يعني ما شاء الله هنتكلم معاك لا يعني عايز على طول يتعلم اكتر واكتر الحقيقة والجميل لما نشوف النماذج كده ما شاء الله طبعا هم ما شاء الله وهنا برضه يعني مش هقول قد ايه فعلا والدكتوره زهيره ربنا يعني يرحمها بكل الخير اللي عملته ده فعندنا عملت تقريبا ثلاث مدارس وقتها ما شاء الله في في الهليوبلس وفي المهندسين وفي اكتوبر يعني انتشر وفي السويس كمان وكده يعني انتشر موضوع المدارس دي لانها الحقيقه كانت يعني مبادره كويسه طبعا قويه في الوقت ده كمان كان محتاجه كان محتاجه ودول اللي طلعوا واحتفظوا يعني ما سافروش بره يعني كل اللي كانوا في مدارس انجليزي وكده على طول بعد ما اتخرجوا سافروا امريكا او سافروا لا دول عشان دول انتمائهم لهنا انتمائهم فبقت نماذج نفتخر بيها وفي نفس الوقت متمسكين بايه بتراثهم وباصلهم الجذور بعد كده بقى توسعنا الى يعني احنا دلوقتي بنشتغل في عندنا مبادره للارامل عندنا تقريبا 3000 الارامل فكرتها جت ازاي عشان السنجل هيد هاوسولد اللي هي السيده اللي بتبقى لوحدها وبتضطر ترعى اولادها اولادها دول بيحتاجوا لمدارس بيحتاجوا لمصاريف وهي ما بتقدرش عليهم لوحدها فالجمعيه بدات الحقيقه نشاط زي ده مختلف وقدروا انهم يركزوا على السيدات دول عندنا برضو من الحاجات اللي احنا اللي اهتمت بيها الدكتوره زهيره الحضانات يعني عهد الحضانه المثاليه اللي بينشا فيها الطفل على فكره اهم مرحله من مراحل الحياه الخمس سنين الاولى واذا ما كانتش الحضانه دي على المستوى اللي تنمي فيه كل الخلايا اللي في المخ على فكره بعد الخمس سنين الخلايا دي مش بتنمو يعني احنا شغالين من 5% الى 20% من خلايا يعني والسن ده الحاجه اي حاجه بنعلمها له هي اللي بتثبت هي اللي هي اللي بتفضى وهي دي اللي بتنمو بعد كده فهو ده الاساس فازاي نخلي الحضانه دي مثال يعني تبقى جوده عاليه مش مجرد ان مكان الام تسيب طفلها الاولاد بتتجمع فيه وخلاص لا دي دي تعتبر جامعات تاهيل ما شاء الله يعني ازاي تخلي الحضانه دي كانها جامعه جامعه تاهيل
للطفل وليست مكان ان الام تترك طفلها. اسمحيني هنا اقول كلمه بس للمشاهدين، لان بجد مهم جدا جدا. انا كصحه نفسيه اساسا، أيوة طبيب صحه نفسيه، اقول لكم اهتموا باول 5 سنين بجد. كل حاجه الطفل يعني كانه بيتشربها في الفتره دي. ما تتخانقوش قدامه، ما تزعقوش قدامه، ما تيجوا تتخانقوا مع بعض تدخلوا الاوضه واقفلوا على نفسكم. يعني الحاجات الكتيره جدا اللي بنعملها عفويا بتسيب اثر. ممكن في ناس تقول السن ده مش فاهم، يعني مش فاهم يعني ايه الناء، او مش فاهم المشاجرات الحاجات اللي بتحصل دي. ومن هنا جت فكرتنا بقى ان احنا عندنا تقريبا 3000 أرملة متوزعين من محافظة القاهرة، محافظة الجيزة، محافظة المنوفية، محافظات كفر الشيخ، دمياط، اسكندرية، البحيرة، بعدين بعد كده تحت بقى الفيوم، بني سويف، أسيوط، سوهاج، وأسوان. يعني احنا مغطيين ارامل باطفال يعني انتوا مش في مرحله التعليم بس. لا 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 يعني هما تقريبا وصلنا ل 3000 ارمله. اعانات بسيطه بس. مش الفكره مش في الاعانات، الفكره في التنميه، في ان احنا بنحفزهم ان هم يعلموا اطفالهم. بنديلهم مثلا جوائز. المدربين اللي بيكونوا معاهم هناك يا دكتور عزني، في هناك مدربين عشان طبعا بالظبط كده، في منسقين منسقين متطوعين. بيهتموا بالارامل، بيهتموا، بندربهم على اساس ان هم يجيبوا مدرسين ويعلموهم. في احنا عملنا زي منهج تدريبي في الصحة وفي النظافة والحفاظ على البيئة وفي تنمية المهارات. يروحوا بقى المحافظات ويعلموهم بقى مثلا. يعلموهم الحاجات دي. ساعات يعني دي كلها رسائل. وبنجيبهم القاهرة، لسه كنا عاملين لهم ورشة عمل كبيرة في فندق، وجبناهم كلهم مع الأطفال، نماذج الأطفال في إعدادي وثانوي، على أساس إن هم يشجعوا يعلموا الولاد التانية. الله. يبقوا نماذج، مش بس أنا بنميه هو، لا هو هيرجع المدرسة ينمي الأطفال اللي حواليه، سواء أيتام أو غير أيتام. ومسمينها مبادرة تنمية أطفال ألف قرية. إن الطفل ده اللي هننميه هيبقى هو الممثل بتاعنا، قائد. أو يعني انتوا بتدوهم اساسا سلوك. يعني بجد ازاي سلوك يساعدوا غيرهم، مريض يقروا له كتاب ازاي. حلو قوي. حلو كمان. انا حاسه انت كمان بتساعدهم فكره التعاون مع بعض. بالظبط. يعني الكبير بيعلم الصغير، وده فكره برضو لطيفه جدا. العمل الخيري يعني. احنا مش من تنميه اطفال الف قرية، لا، احنا ان هو ازاي يدي، يروح يدور على المسن اللي جوه في القريه بتاعته ويروح يشتري له حاجاته. أيوة. ليه ينظف له بيته في البيت، مش قادر يتحرك فيروح السوق ويجي، يروح عيان بيقرا له كتاب، حاجات زي كده. حلو قوي. فانا معلش بعد اذنك عشان ندخل دول كده امير بقى. امير وعلاء شويه. انا عارف بعد السؤال كده ليه مني لو تسمحي لي. لا هو اصله بيساعد الدكتور عزة في الميزانيات والحاجات دي ما شاء الله. طيب. فاني مشروع انت بتحس بيه اكتر، مشروع في الحاجات بتاعتك؟ انا اكتر مشروع حسيت بيه وان هو هيفيد فعلا هو المشروع اللي هو بتاع مبادره تنميه الف قريه، اطفال الف قريه. أيه. لان الطفل ده لما هينقل زي العدوى. أيوة. عدوى الخير. أيوة. فدي يعني هتنتشر بالخير للقريه كلها. لما مثلا يلاقي مثلا حته مش نظيفه ويجيب زمايله وينظفوها ويزرعوها، الحته دي مش هترجع تاني مش نظيفه. لما يلاقي حد مسن بيقعد لوحده ويروح يقعد يوفر لنفسه ساعه ان شاء الله كل اسبوع، المسن ده حالته النفسيه هتتغير كتير، بالتالي كل المسنين او الناس الكبيره في البلد دي هتلاقي حالتهم اتغيرت. يعني مش كل حاجه الفلوس، مش كل حاجة ان انا ساعد حد بالفلوس. انا ممكن اساعد حد معنويا او فكريا او ان انا اقرأ له قصة او اي حاجة، دي بتبقى بالنسبة له احسن من الفلوس 100 مرة. الفلوس هتيجي وهتروح. حاجة تانية عشان بجد انا سمعت امير دايما وهو بيقول ايه، اخواتي. ايوة الله، كلمة جميلة. كلمة اخواتي. كلمنا بقى امير. اكيد اخواتي. على 24 اللي انتوا عشتوا مع بعض وتربيتوا مع بعض. طبعا انا كنت يعني مثلا عشت مع عائلي، اكيد مش كنتش هشوف اخواتي دول يعني. فانا مبسوط ان انا اتعرفت ب 11 ولد،
13 بنت، بس دول اخواتي. كلمنا يعني بقى عن علاقتك بيهم، انت حاسس فعلا ان هم اخواتك ويعني مالناش غير بعض بقى؟ اكيد يعني أكيد. حتى هم حتى لما اتجوزوا انا بروح ازورهم وبتاع. انت طبعا على اتجوزوا من بعض فانا بقى خلل علاء اتجوز من حد من من, من من نفس الاسره يعني. الله الله حلوه قوي جدا. انا بص خالص ليه خلاص ما شاء الله. يلا عقبالك انت كمان ان شاء الله. امين. وهم هيوقفوا لك كلهم برضه. طبعا هي الجمعيه دي طبعا هي ليها فضل علينا كلنا، وممكن الواحد لو كان يعني ظروفه كانت غير او طلع في وسط عيله عاديه كان ممكن ما يحققش النجاحات دي، او كان ممكن ما يترباش بالطريقه دي، او يلاقي الفرص اللي هو لقاها في الجمعيه. طبعا ربنا بيكتب لكل واحد الخير، وما ينفعش حد يزعل من الظروف. لا لا خالص، لان دي حاجه بتاعت ربنا في الاول وفي ربنا الاخر. ربنا يكون عمل كده عشان انت تحس بده. ممكن ما يكونش لو كنت في اسره عاديه ممكن ما تكونش حاسس باللي انت بتقوله. طبعا بالزبط. الجمعيه وفرت لنا حاجات كتير وعلمتني وليها فضل عليا، وانا ما اقدرش انكر الفضل ده. وحتى بعد ما علمتني وقفت ورايا وخلتني ان انا اقدر اتجوز وان انا افتح بيت ويبقى ليا شقه بتاعتي باسمي. بتشتغل دلوقتي؟ وبلس ان هي يعني وفرت لي الوظيفه. يعني ما شاء الله انت كمان سنك صغير وما شاء الله متجوز ومخلف. يعني ممكن شاب في اسره عاديه ده ما يكونش متجوز. طبعا يعني حضرتك احنا عارفين الظروف دلوقتي عامله ازاي. وربنا يكون في عون الشباب كلهم. بس فعلا يعني الجمعيه بتقف مع اولادها وبتدينا فرص، يعني الواحد لازم يستغلها. انا لو ما استغلتش الفرصه دي دلوقتي الفرصه دي ممكن ما تجيليش تاني. فانا يعني انا عجبتني كلمه بلس اللي قلتها في النص عشان ايه لازم كده حته الانجليش ده. فهو عايز يكمل كمان دلوقتي مستوى اعلى. ربنا ما شاء الله ربنا يحقق كده احلامه يا رب ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. طيب كلمنا كده شويه كده بقى انت برضو عن الاسره. على ده اخونا الكبير. الكبير؟ لا الاكبر. انا غرقت شكله كده ان هو صغير بس هو اكبر واحد فينا. ده علاوة كده اكبر واحد والله. انا بنستشير في اي حاجه عامه يعني ما شاء الله. طبعا انت هوايتك ايه؟ كانت هوايتك ايه؟ انا كنت بحب المزيكا عامه. وبعدين بس لا يعني ما دخلتش فيها قوي. واحنا جايين في العربيه الدكتوره عزه بتقول له ممكن اساعدك تدرس الموسيقى فعلا وهجيب لك الاله اللي تحبها. هي بصراحه كذا مره بس فعلا كذا مره تقول لي وانا تواصل يعني مش يعني انا متحمس بس يعني عايز حد يزقني. ما في اكتر من كده يعني يقول لك اجيب لك الاله واكتر من كده ايه. يا مسهل يا مسهل المره الجايه هتيجي معانا بالاله. دلوقتي هو بيقود السيارات يعني وما شاء الله عليه يعني ما فيش حد بيسوق بعقل كده ما يغركيش شكله هو عايش. لا ما شاء الله عليهم بسم الله ما شاء الله. طيب نرجع بقى لدكتوره عزه كلمينا على الانشطه بقى اللي بعد كده يعني اكيد توسعات اكتر من كده بكتير واحنا معانا صور. يعني احب بقى اتكلم على التوسعات جوه المحافظات. يعني احنا مهتمين قوي بالصعيد مصر. احنا عندنا الفقر حضرتك واحتياج الصعيد عالي جدا يا جماعه. مهمش حقيقي. محتاج عنايه واهتمام مننا. طبعا بحري مهم طبعا مش بقول لحضرتك بس مهم قوي. بس الفكره ان الصعيد متعطش لانشطه. ومن الانشطه الجميله اللي بتتعمل في الصعيد مركز كلوي في منقباد بيتعمل مركز كلوي بيخدم اللي هم محتاجين غسيل كلوي. ايوه ما شاء الله. ودي مشكله كبيره قوي. ما شاء الله انشطه متعدده ومختلفه جدا. مش يعني مش حته جمعيه عادي كده واطفال ايتام بنربيهم كده. ده في انشطه ما شاء الله توسعات كبيره جدا. الحقيقه محتاجه الدعم الكل طبعا. اكيد لازم. وعايزين نتوسع برضو في مركز قلب، نعيد مركز القلب اللي كانت الدكتوره زهيره وفعلا محتاج ترميم بس الحاجات دي طبعا بتحتاج اكيد بتحتاج دعم بقى مالي ودعم فني وناس مؤمنه بالقضيه بالرساله. لان كل اللي كانوا بيشتغلوا مع الدكتوره زهيره في مركز القلب كانوا متطوعين، كانوا بييجوا يدوا وقتهم تطوعي وبقوا احسن واعلى اهم دكاتره مسكوا كل الجامعات الاقليميه. اقول لحضرتك ان الجمعيه اتبنت بمقاولين
في الله لله، يعني من مؤولين اللي هو المقاول عثمان، احمد عثمان، من الناس اللي ادوا بالحساب. مقاولين يعني مش عايزين نذكر اسامي يعني كتير، كتير، ولكن من الناس اللي دلوقتي اسمهم كبير قوي قوي قوي، هم ساعدونا في التاسيس وربنا فتح عليهم بعد كده. عشان كده اي بذره أيوة بتتزرع في مكان خير ربنا بيدي. حصد قدامي. من الناس اللي مسكوا، الناس اللي مسكوا هذه الجمعيه عشان تقديرا للجهود اللي اتعملت، احساس الاحساس بان في اخلاص في هذا المكان، المستشار ابو الليل الكفراوي كان، هم دول كانوا رؤساء بعد الدكتوره زهيره ما توفت، مسكوا رئاسة مجلس الإدارة، الأستاذ علي بيه صياد، يعني ناس يعني كبيرة. أسماء كبيرة، أسماء كبيرة مسكوا هذا المكان لأن فؤاد. كانوا عارفين إخلاص الدكتورة زهيرة. والفريق فؤاد سعد الدين حافظ الإسماعيلية. هو في مجلس، يعني بيشرفنا إن هو يبقى في مجلس الإدارة وله يعني بصمات، هو ناس كبيرة، بس يعني طبعا مش هنقعد نقول أسماء ناس كتيرة، الدكتور علي عمران والمهندسين السمير طبعا يعني من أحسن الناس اللي جم على رئاسة المجلس. الدكتورة نسيته يعني الدكتور عمر أبو الفضل. طبعا ده يعني اكتر واحد كان لامس كل حاجة على ارض الواقع، اكتر واحد كان بيقرب لنا، كان حاطط ايده في كل حاجة، كان بيشوف كل حاجة يقدر ينميها في حد كان بيساعده فيها. كان صبح ليل يجينا. ساعدك شخصيا في يعني عمل لسه اقول لك كده، عمل معاكو ايه؟ ساعدني شخصيا في ان هو شاف ان انا دماغي كويسه في الكمبيوتر وكده، جاب لي جهاز كمبيوتر، شغلني في مدرسه الطلعه الاسلاميه في قسم الاي تي، وكنت لسه اصلا في الثانويه. بعد كده ده اللي حفزني ان انا اخش كمبيوتر ساينس. وهو الصراحه يعني من اكتر الناس اللي ليها فضل عليا. انا لو كنت مهما اتمنى ان انا كان يبقى لي اب، عمري ما ربنا كان هيديني اب زي ده ابدا. ما شاء الله. وبالنسبه لك يا امير اثر في حياتك ازاي؟ مفيش كلام بعد علاء. هو المتحدث الرسمي بالنيابه عني. لا مش متحدث، بس هو جاب الكلام اللي بالاخر. انت نفس الشعور يعني، انت عايز تقول ان انت نفس الشعور بالظبط. احنا كنا بنقول له بابا الله يرحمه. الله يرحمه. بس طبعا الدكتوره عزه برضه حاليا برضه يعني يعني برضو بتحاول تقرب للناس، بس مش عشان قدامنا والله، احنا بنقول لك كده والله. لا والله الحب باين يعني، انا يعني شايفه فعلا. من قبل حتى الهوا وانا حاساكوا اسره واحده يعني، ده حقيقي يعني. بس هو في نشاط تاني بقى الحقيقه، انا لمسته ورحت زرته بالمره، بما ان الواحد قرب على السن ده بقى. لسه شباب. لسه دكتور. دار المسنين. فده جميل. يعني الدار دي في 6 اكتوبر، وهنعمل دار برضو في دار السعادات في المهندسين، وبتوفر لهم بقى، بتعمل لهم حفلات لاعياد الام وفي النيو يير وحاجات كده. لو احنا معانا الصور هتنزل على الشاشه ان شاء الله. ان شاء الله. هو بس انا كنت عايزه برضو انوه على حاجه مهمه جدا، وهي الانشطه التربويه اللي بنعملها للأطفال بوجه عام. يعني مثلا بنربي فيهم مثلا من خلال برضو الكراسات الأنشطة دي، بنعمل لهم رحلات للأطفال. صور نزلت دي دي عن المسنات. كمان بناخد أطفال الأيتام في رحلات تعليمية وترفيهية. هنا بقى مثلا ده مصيف فايد. احنا عندنا كام شاليه هناك، بناخد فيها اطفال الايتام رحلات بيقضوا فيها يوم، بيقضوا فيها كام يوم. دار المسنات. حضرتك شايفه الجناين ويعني بنهتم، والمبنى ده كله دار مسنات. ما شاء الله. وبناخدهم في اماكن مثلا من الحاجات انبسطوا منها قوي، بانوراما 6 اكتوبر. بانوراما 6 اكتوبر. وهنا
المسنات برضه هنا دول الصغيرين دول دول بيعملوا حاجه هاندي كرافت ازاي هاندي كرافت ده المتحف الزراعي من الحاجات بناخدهم بانوراما 6 اكتوبر اخدناهم المتحف الزراعي اخدناهم البانوراما بانوراما دي كانت مؤثره قوي قوي بالنسبه لهم طبعا جميله يعني الانتماء لمصر تاريخ مصر والانتماء لمصر والدفاع عن مصر والتمسك بالوطن دي مهمه جدا دار المسنين ودار المسنين بيساعدوهم بيعملوا لهم اكل على فكره بتوفر لهم كل حاجاتكم يعني من اكل اقامه اكل شرب رحلات يعني المسنات برضو بناخدهم ما شاء الله وانا شايفه ترفيه انتوا بتاخدوهم انتوا بتشاركوا يعني أيوة بنشارك طبعا يعني غرف غرف لا وبعدين السراير اللي شايفاهم فيه الزميل الثالث اللي هيدخل دلوقتي بقى ده حرفي بقى لازم تشوف هو اللي عامل السراير هو اللي عامل الوجبات اللي احنا بنوزعها للاطفال دي الوجبات اللي بنعملها للاطفال لما بيطلعوا رحلات وبيعملوها اللي جوه الجمعيه الله يعني مش جاي من بره السدات دي برضو من المسنات اللي معانا بنوفر لهم حد يقرا لهم مش عارف يقرا ده الاطفال بتوعنا رحلة في رحله نيليه وبعدين رحله نيليه على فكره دي تبع مكان هم اللي اتبرعوا هم اللي صاروا ما خلوناش ندفع تذاكر ما شاء الله فيعني الناس دول محترمين جدا كل واحد عايز يساهم بحاجه الواحد ما بيلاقي خير معمول دي مدرسه طلائع دي مدرسه طلائع الكمال اللي هي في هليوبلس كانوا بي هنا بقى جمعيه تانية دي جمعيه من خلال الامهات هنا المسنات بيعملوا السنه الجديده بيحتفلوا بالسنه الجديده وجايبين لهم بابا نويل هنا برضو أسيوت. هنا اسيوط دي حضانه اسيوط عندنا 300 طفل في حضانه اسيوط ما شاء الله عشان الامهات العاملات ده مصيف برضو فايد بناخد الاطفال من كل المحافظات بيجوا من كفر الشيخ مش بس القاهره والجيزه كل المحافظات يعني في الناحيه التربويه دي مهمه قوي ما شاء الله الانشطه بتاعتكم يعني ما شاء الله يعني ما شاء الله جميله وفيها كلها حب باين وفيها كده حنان وزي ما حضرتك بتقول يعني معموله بحب مش معموله تقضيه واجب يعني ولا وبعدين من اكتر الحاجات المؤثره الحقيقه ان احنا مبادره او اعانه الارامل توسعنا لامهات بديلات بيراعوا اطفال عندهم اعاقه ايتام اطفال ايتام ودي الحقيقه الدكتوره هديه اللي هي رئيسه جمعيه زور الحياه في اسكندريه ادتنا الفرصه ان احنا ندخل الامهات البديلات دول كانهم من الارامل لان هم بيراعوا اطفال والجمعيه بتحاول انها تساندها في رعايه الاطفال دول والحقيقه الانشطه اللي بيعملوها ليهم وازاي بيحافظوا عليهم وبينموهم ويدوا لهم تاهيل من الحاجات المؤثره جدا جدا ما شاء الله جميله جدا احنا هنكمل مع حضرتك هنطلع فاصل فاصل ونواصل اعزائي المشاهدين فاصل وراجعين على طول انتظرونا اهلا بيكم بعد الفاصل انضم لينا استاذ ممدوح مدحت السيد هيكلمنا عن انشطه الجمعيه اكتر مدحت استاذ مدحت السلام عليكم الاول عليكم السلام ورحمه الله وبركاته انا حقيقي كتير مبسوط النهارده ان انا معاكم بس نورتنا انا اتعلمت برضو وعشت في الجمعيه زي اخواتي طبعا ويمكن انا يمكن تفكيري مختلف شويه عن اخواتي انا لقيت نفسي حابب الصنعه النجاره من صغري وانا ببدا فيها فهو كان دكتور عمر الله يرحمه كان يمكن انا عمر في حياتي ما انسى له الحته دي هو اللي وقتها فضل ينمي فيها حته ان انا اوصل ان انا اعمل اي نماذج بالخشب لغايه ما وصلت الحمد لله دلوقتي ان انا ماسك شغل الجمعيه بالنسبه للمغتربات او المسنين او اي شيء في الجمعيه كم سرير كده عملت كم سرير كده يعني انا عامل بتاع 50 اوضه نوم في اكتوبر ما شاء الله في اكتوبر وعامل في الدقي حوالي بتاع 15 ومطلوب برضو عدد يعني الحمد لله دايما في شغل ودايما انا بحس ان الحياه بالنسبه لي هي الشغل لو مش موجوده بالنسبه للفن في نجارتي
يعني يمكن هو بحس بيه ان انا فخور بيه زي ما بيفتخر الشخص بالشهاده اللي بياخدها عشان بيتعب فيها. اصل الحرفه دي برضو ده فن, فن انت طبعًا. بتعمل حاجه قدامك قطعه واحده فجاه بتطلعها, يعني سرير بقى, دولاب, اوضه نوم, فانت طب برضو شايف شغلك قدامك. انا سمعت بقى انه عامل اوضه نوم وهو بقى حاجه ما حصلتش. لا حاجه اكيد سمعت. هي بتتعمل بقى لها فتره, وفي نفس الوقت انا من النوع اللي هو مش هقلب الدنيا. لا بدي كل حاجه حقها في الشغل, في كل حاجه, في الفينش. حتى انا عيني بتبقى عيني على الفينش قبل الشغل, مش الشغل هو اللي هيمشي, لا العين هي اللي هتقرا ان الشغل كويس او وحش. ايوه حقيقي. لا وانا عندي ملاحظه قبل ما نطلع. كنا قاعدين كده ونحط الستوري على عشان نقول للناس ان هنطلع معاكي دلوقتي. فالحقيقه هو عنده صبر رهيب حتى في التكنولوجي. يعني ازاي تتعامل ببطء, ازاي تعيد, ازاي ينفع يبقى مدرس للناس يتعلموا النجاره منك, لان انت فعلا عندك مهنه التعليم. والتعليم مش بس تعليم مدارس, هو مدارس. تعليم حرفه اكيد. هو طبيعي البني ادم اللي بيوصل يعني لحاجه زي اللي انا فيها موهبه بيبقى حابب كل حاجه الصغرى قبل, يعني بيبقى شايف الوحش قبل الحلو, فما بيبقاش حاول يوقع نفسه فيه, ودايما دقيق عشان مش كل الناس واحد, ومش كل مثلا الناس هتتعامل معاك بطريقه شغل واحده, وفي ناس بتوصل لفينش معين في الشغل وكده في حياتك عامه. وبقابل وبخش شقق ناس كتير, وعيني بتيجي على ديكورات حلوه, وبعمل الحلو للي يستاهله في مكانه. واللي مطلوب حاسس ان دول اهلك وان انتوا اسره واحده ودول أكيد. اخواتك, انت بتعمل حاجه أكيد. بحب يعني اكيد. وطبعا برضه الجمعيه هي ما وقفتش على ان هي علمته يعني او ساعدته في ان هو يتعلم النجاره وينمي موهبته مثلا, وساعدته ان هو يجيب الحاجه وستوب بعد كده. لا هي يعني اي شغل الجمعيه بتحتاجه بتجيبه فيه طبعا. وبتساعده في ان هو مدعمك واقفه جنبك اكيد. بتساعده ان هو يخرج مبالغ لنفسه من الشغل ده. الجمعيه تقدر تجيب اي حد ويعمل الشغل وتريح دماغها. لا هي واقفه وراه وبتشجعه طبيعي. طبعا يعني الحقيقه عايز اقول كلمه هنا في حق الدكتور عزه بقى. الحقيقه دكتور عزه فعلا احتضنتهم, وبتشوف كل حد فيهم موهبته فين. أيوة. وبتحاول تساعد بقدر المستطاع بجد من قلبها. يعني عندها طاقه كبيره جدا للعطاء ما شاء الله. طبعا دي وراثيه كلهم اكيد. وراثيه طبعا. لكن هي فعلا فدي الجمعيه ما مسكت رئاستها الطاقه اللي عندها دي قدرت توزعها الحاجات دي كلها. انا حاسه ان هي مدفوعه. هي اوقات بتكون مدفوعه كده, لكن الدفعه دي فيها كم من الطاقه والحب رهيب. انا بفتخر باني بكمل رساله امي. امي هي الدكتوره زهير عابدين. الدكتوره زهير عابدين كل الكلام ده هي والدتها, والدكتور عمر اخوها فطبعا يعني بتكمل الحب. انا بكمل الرساله دي لاني انا مثلا كنت ثقافتي انجليزي, وكنت تقريبا متربيه في انجلترا. لا اولادي كلهم من انجلترا, يعني مولودين في انجلترا وتربوا في انجلترا. لا انا رجعت مصر. انا عايزه ادي لمصر. انا بحب مصر. حلو جدا. ليه؟ لان والدتي كانت لما كانت عايشه في انجلترا نزلت عشان ما اخدش الجنسيه الانجليزيه واتولد في مصر عشان افضل ادي لمصر. فانا عندي انتماء جامد قوي, وبحب جدا مصر. بحب كل يعني حلوها ومرها زي ما بيقولوا. واللي شجعني على كده الدكتور ابراهيم الكرداني, لان انا اشتغلت فتره مع في اليونيسف, اداني القدره ان انا اشتغل في المحافظات واشوف ازاي الهيئات الاجنبيه بتدي وبتخطط وبتدي في المحافظات وتنمي المحافظات. ودي ساعدتني لما جيت امسك الجمعيه, وانا بشكره لهذا يعني هو استاذي في ذلك. ويعني احب بس انوه عن ان احنا عندنا مغتربات طالبات. الطالبات دي فكره الطالبات جايه من الافكار اللي زرعها الدكتور ابراهيم فينا. ان لازم ان احنا نعلم الانثى, لازم نوصلها لاعلى مستوى. هي الانثى لما بتتعلم تعليم عالي هي دي اللي بتأثر على الأسرة. بتشوفي الطفل ده صحته كويسة,
من ان الام متعلمه تعليم عالي مثقفه فتعليم الفتاة عندنا أكتر من 150 طالبة مغتربة بتجينا من محافظات بالذات محافظات الصعيد. حافظي عليهم إزاي بقى؟ إزاي بنحافظ عليهم بنوفر لهم كل الظروف اللي تساعدهم على أنهم ينجحوا في دراستهم ويتفوقوا في دراستهم ويبقوا في مكان أمين وآمن ومشرفات ومكان للمغتربات بس مش المغتربين مغتربات. أماكن على أعلى مستوى الحمد لله بنحاول نخليها نظيفة بنحاول نوفر لهم كل حاجاتهم مكيفة بنحاول لدرجة التكييف أنا ما شفتش مكيفة وحتى الموظفات فيهم كل حاجة أعلم الأنثى وأصلها هي هتعلم ولادها هي أساس البيت وأساس المجتمع هتحل مشكلة تنظيم الأسرة التضخم السكاني لما الست بتفهم هي اللي بتنظم الراجل بالتالي هيساعدها على انها تنظم التضخم السكاني جاي من ان احنا ما بنعلمش بناتنا اسمحيلي هنا بس اقول رقم بجد يخض التضخم السكاني اللي اتعليه الدكتوره عزه ده انتوا عارفين احنا بنزيد قد ايه حد فيكم عارف 2 مليون 600 الف كل سنه سنويا كل اربع سنين بنزيد 10 مليون يا جماعه ناكلهم منين نشربهم منين نسكنهم منين لازم يبقى في يعيشوا حياه زي كريمه دور الجمعيات دور الجمعيات في كده احنا مجرد ان احنا ماشيين مع الحكومه وبنساند الحكومه وبنشكر الحكومه ان هي مديانا وزاره الشؤون أمنا وأبونا وكل شيء وبنشكرها بشرط التضامن الاجتماعي إن هي مديانا الفرصة إننا ندي لبلدنا بس عايزينكم أنتوا بقى تشاركونا يا ريت المجتمع يعني يساعدنا في 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 الأنشطة اللي احنا بنعملها ويعني اسمنا موجود وعنواننا موجود تليفوناتنا موجودة أرقام حساباتنا موجودة يا ريت تساعدونا في الخير لتنمية بلدنا لازم كلنا نشارك بصراحة في كل الخير اللي احنا شفناه ده والحاجات الجميلة اللي حضرتك بتحكي عليها ديت وحتى لو يعني اللي قادر يساعد ماديا تمام اللي قادر يساعد معنويا اللي قادر يجي يعني يشارك كل ده أكيد انتوا بتبقوا طالبينه يعني يعني إذا كانش هيدي مادي على الأقل يعمل ايوه يتعدي عايزين زي ما علاء قال صح. العدوى تنتشر عدوى الخير عدوى الخير عدوى العطاء عدوة الحب عدوة الانتماء للوطن عدوة يعني المحبة المحبة والتكاتف والسلام يا رب تبقى سنة جميلة فيها سعادة لكل واحد في مصر في كل واحد في الأمة العربية كل واحد في العالم يا رب بيقول يا رب وبيبقى عايز يساعد الغير نساعد بعض لو ساعدنا بعض الدنيا هتبقى حلوة والله يا رب إن شاء الله دكتور ابراهيم بقى كلمه كده لحضرتك انا الحقيقه مفيش حاجه ممكن تتقال بعد اللي قلته لكن عايز اقول انا لما طلب مني اني اجي قلت له دكتور عزه انا يعني حاجه قالت لي لا تيجي تساعدنا بالكلام انا شايف ان انتوا بتتكلموا هايل قلت كل حاجه بس فعلا كلمه الجمهور اللي بيتفرج انتوا شفتوا وانا شفت بنفسي لمست من فضلكم من فضلكم اللي يقدر يساعد باي شيء الجمعيات دي لان فعلا الخير مشاركه والمشاركه من كل نوع مادي معنوي وجودي الواحد يتواجد مع الناس لمسه ايد لمسه ايد على الكتف الانسان يتيم بتفرق صح بتفرق أكيد. بشكل كبير جدا جدا بفضلكم شاركوا معنا وشكرا ليكي شكرا جزيلا للمخرج والمصورين والناس الجميله اللي كنت معانا انا كنت كلمه كده من الشباب تحب تقول ايه انا احب اشكر حضرتك طبعا اشكرك نورتيني كل سنه وحضرتك بخير وحضرتك طيب وكل الناس بخير وان شاء الله تكون سنه سعيده علينا يا رب علينا جميعا وبس في الاول في الاخر برضو بحب اشكر جمعيه زوري المستقبل ان هي طلعت نماذج كويسه للبلد زي الفل ان شاء الله عليكم يعني وان شاء الله يعني نقدر نفيد البلد ونقدر نفيد الناس ان شاء الله انتوا كمان تكملوا المسيره ان شاء الله معاهم طبعا لا انا بتمنى تبقى سنه جديده وحلوه على الناس كلها ويا رب كل اللي بيتمنى حاجه يسعى ليها عشان تتحقق له مش يبقى واقف ليها تجيب بالنسبه لاخواتي اللي هم مني وبالنسبه لاي حد مفيش حاجه بتيجي لحد عنده اللي بيجي لك فرصه النهارده ممكن ما يجيلكش تاني اكيد بس أكيد. فانا بتمنى ان كل واحد يبقى بيفكر لحياه بمستقبل احسن عايزين نعمل شير في الخير ايوه
شكرا نورتوني، وانا سعيده ان انا كنت معاكم النهارده. احنا سعداء وان شاء الله باذن الله لينا لقاءات ثانيه باذن الله. اعزائي المشاهدين، اتمنى تكون يعني الحلقه عجبتكم، واتمنى ان كل الناس تشارك في الخير اللي احنا شفناه ده. بحقيقي جمعيه محترمه وفي مصداقيه وفي امان، وما تنسوش ان يعني احب الاعمال الى ربنا الاعمال اللي هي الخير اللي بيدخل السرور على قلب حد. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده.